ها قد عدنا من جديد لنتعلم الوحدة السابعة من مادة العلوم بالصف الأساسي في المدرسة النموذجية. كيف أحوالكم اليوم؟ هل أنتم نشيطون؟ هل سوف تقومون بمتابعة الدرس معي؟ أنا متأكدة من أنكم طلاب نجباء أذكياء وتحبون مادة العلوم الشيقة. سوف نتعلم العديد من المعلومات. اليوم سوف نتكلم عن المواد من حولنا، المواد من حولنا. سوف نتعرف اليوم على المواد وحالات المواد. ما هي المواد؟ هو كل شيء نرى او كل شيء نستطيع تمييزه. سوف الان نقوم بتعريف هذه المواد وكذلك معرفه حالاتها حالات الماده قد تكون صلبه مثل القلم كما نشاهد في الصوره صلبه 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 وقد تكون سائله كالعصير سائله وقد تكون غازيه غازيه كبخار الماء كبخار الماء عزيزي الطالب المادة هو كل ما تستطيع رؤيته أو تستطيع تمييزه أو تستطيع إدراكه وتوجد مواد كذلك نحن نستطيع إدراكها مثلا بحاسة الشم أو بحاسة اللمس كبخار الماء مثلا نحن لن نعرف بأن هناك بخار ما سوى عندما يغلي الماء هنا سوف يكون أو سوف يتحول هذا الماء إلى مادة غازية، وهذا يسمى بخار الماء. هذه مادة، وهذا الجهاز اللوحي مادة، وأيضاً هذا الشال أو هذا الحجاب مادة، وكل ما نستطيع تمييزه ولمسه مادة، والماء مادة، والتراب مادة، والكأس مادة. والكتاب المدرسي مادة، وهذه المبخرة كما تراها هنا في الصورة مادة، وحتى البخور مادة، وهذا البخار كذلك مادة، ولكنها مادة غازية، فلا نستطيع أن نمسكها أو لا نستطيع أن نقبض هكذا بأيدينا عليها، فهذا غاز، والقلم مادة، والماء مادة، والعصير مادة، والكتاب مادة. يجب أن تفهم وتميز بين المواد جيداً لأنك ستحتاج هذا الدرس في الأعوام القادمة وفي كل مراحل دراستك، فكن نبيهاً. حالات المادة صلبة كالقلم والكتاب والدفتر والكرسي والشجرة، وسائلة كالعصير وكالماء والحليب. الحليب السائل الذي نحصل عليه من البقرة كما تعلمنا في دروس سابقة. والمواد الغازيه كبخار الماء وكالبخور وكذلك كالعطور اذا المواد الغازيه بخار الماء والعطور وكذلك البخور ننتقل نتعرف على الماده وحالتها كل شيء اتعرف عليه بحواسي يسمى ماده كل شيء كل ما هو حولنا يسمى مادة، مادة، وللمادة ثلاث حالات، فهي إما صلبة وإما سائلة وإما غازية. نتعرف على المادة وحالاتها، تابعوا معي. سوف نكمل مخطط حالات المادة، حالات المادة هي صلبة كالقلم. سائلة كالعصير، غازية كبخار الماء، بخار الماء. مادة شيقة وجديدة، المواد الصلبة كالقلم والسائلة كالعصير والغازية كبخار الماء، بخار الماء. مواد صلبة في حياتنا، الآن سوف نتعرف على بعض أنواع المواد الصلبة في حياتنا، نتابع أوضح معنى المادة الصلبة، ماذا نرى في الصورة؟ نرى طاولة، هذه مادة صلبة، ونرى أقلام، هذه مادة صلبة، ونرى دمية، هذه مادة صلبة، ونرى كتاب، مادة صلبة، وأوراق، مادة صلبة، وهناك حقيبة مادة صلبة، هل يتغير شكل المادة الصلبة؟ هل يتغير شكل المادة الصلبة؟ لا يتغير شكل المادة الصلبة، فهذا القلم شكله سواء هنا أو هنا، وإذا قمت بوضعه في أي مكان فسوف يحافظ على هذا الشكل، وكذلك هذا الجهاز اللوحي. إذا وضعته في أي مكان سوف يبقى بنفس هذا الشكل، إذا المادة الصلبة لا يتغير شكلها مهما حركناها من مكانها. ما هي صفات المادة الصلبة؟ سوف نقوم بتمييز بعض صفات من صفات المادة الصلبة، فهناك ناعم. هناك مادة ناعمة وأنتم تعرفون ما هو الشيء الناعم هو الذي نستطيع أن نميزه بحاسة أو بالجلد بأنه ناعم كهذا الريش كريش الحمام أو ريش العصفور الخشن مثل هذه الفرشاة أو ما نسميه البرش كذلك أيضا أنها تنثني تنثني كالقماش أو هذا الحجاب هذا الثني أيضا من خصائص المادة الصلبة وهناك أيضا أشياء أو مواد صلبة لا تنثني كهذا القلم، كهذا القلم، لا أستطيع أن أثنيه، إذا صفات المادة الصلبة قد تكون ناعم أو خشن أو تنثني أو لا تنثني، المواد الصلبة في حياتنا، المادة الصلبة المتابعة المادة الصلبة لا يتغير شكلها عند نقلها من مكان إلى آخر المادة الصلبة لا يتغير شكلها عند نقلها من مكان إلى آخر أما المواد إن المواد الصلبة تختلف في شكلها وملمسها وقابلية فنها إذن هناك مواد صلبة كبيرة وصغيرة ودائرية ومستطيلة ومربعة وقد تكون ناعمة أو خشنة وقد تكون قابلة للثني أو غير قابلة للثني فالملابس قابلة للثني والأقلام والأخشاب والطاولات والكراسي غير قابلة للثني هذا التقويم سوف نقوم بحله معا هل تحب مادة العلوم؟ وأنا كذلك سوف نقوم بتلوين المادة الصلبة ألون المادة الصلبة هذا قفل وهذه حقيبة وهذه مسطرة وهذا صنبور ونحن ما نسميه حنفية في المنزل وهذا ماء وسوف أبحث الآن عن المواد الصلبة صحيح القفل مادة صلبة سوف ألونها الآن تجربه رائعه قمت بالتلوين وهنا حقيبه نعم سوف اقوم بتلوينها لانها ماده صلبه وماذا عن المسطره التي تساعدنا في ترتيب دفاترنا كما اننا نستطيع ان نقيس الاطوال بالمسطره هل نلونها نعم، سنلونها، هذه مسطرة. الصنبور هل هو مادة صلبة؟ نعم، لكن ماذا عن الماء؟ سوف ألون الصنبور فقط، لكن الماء يعتبر مادة سائلة، مادة سائلة، سوف ألون الصنبور فقط، أو ما نسميه باللغة الدارجة حنفية. الماء ماده سائله ولن اقوم بتلوينها مهم. اذن القفل والمسطره والحقيبه والصنبور من المواد الصلبه نتوقع. في هذه الفقرة أبناء الطلاب بنات الطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الوحدة السابعة المواد حولنا وسوف نتم البقية في الحلقة القادمة بإذن الله في أمان الله.